شو طموحاتك؟ الطموح الكبير تبعي صعب اني اصيغه بكلمات بصراحة، بس الهدف تبعي في الحياة، المجال اللي انا فايد فيه حاليا، بعد ما انتقل للعالم الاخر اترك بصمة في الدنيا هاي. يعني الاعمال اللي بقدمها الناس يصير يحكوا عنها، بديش اروح والناس تنسى محمود. فانا الكونسبت تبعي هون، الهدف تبعي هون. انا بطمنك لاني بعرف اقرا الشخصيات، بعرف اقرا الناس اللي امامي، واطمن اللي بيحبوك انه راح تصل اللي بدك تصله. يعني انا بعتقد اللي طالبه كبير، بس انت قدو انك تقدر تصله، بس هذا بده جهد كبير كبير شغل كبير. صحيح. فانا بقول لك وباكد لك انه راح تصل، واذا في اي شيء بقدر انا اساعدك فيه انا على استعداد. انا يعني لقاءنا اليوم معك في يعني الاستثمار فيك جيد. الله يخليك يا رب، انا هاي شهادة بعتز فيها. شكرا.